مدينة شوش الأثرية تعتبر من أعرق وأشهر مدن العصور القديمة وأكثرها شموخاً وعظمة، وكانت هذه المدينة عاصمة لدولة العلاميين وموئلاً لحضارتهم السامية، وكذلك كانت هذه المدينة العاصمة الشتوية للإمبراطورية الأخمينية. متحف المدينة يتألف من 6 أروقة كبيرة تعتبر صالات عرض لمجموعة فريدة من الآثار التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب في أكناف مدينة شوش وداخل زقورة معابد جغازنبيل. مدينة شوش الأثرية الواقعة في محافظة خوزستان جنوب إيران تعد أقدم مدينة في العالم، ويعود تاريخ بنائها إلى حوالي 7000 عام قبل الميلاد، حيث كانت تعتبر المركز الديني لسكان المناطق المجاورة. وعلى مر العصور السحيقة كانت المدينة عاصمة لحكومة العلاميين، وكذلك العاصمة الشتوية للإمبراطورية الأخمينية، وكانت المدينة على الدوام محط اهتمام علماء التاريخ والآثار. ويضم متحف المدينة قطعا أثرية نادرة وثمينة تمتد منذ أكثر من 5000 عام قبل الميلاد ولغاية فترة العصر الإسلامي. وتشمل الآثار المعروضة في المتحف قطعا أثرية تعود لعصور ما قبل التاريخ، وتشمل قطعا حجرية وتماثيل وأدوات وأواني مصنوعة من الفخار والمعدن. وتشمل آثار العصر العلامي في متحف مدينة شوش آثاراً مصنوعة من الحجر والفخار والمعادن، ويمكن الإشارة إلى طقمين من الأواني الفخارية الخاصة بملك وملكة علام. ويحتفظ متحف شوش بقطع أثرية فاخرة وبديعة تعود لعهد الإمبراطورية الأخمينية، أي 558 عاماً قبل الميلاد، ومنها قطع حجرية تمثل أجزاء من قصر أبادانة وقصر شابور في عهد الإمبراطور الأخميني الشهير داريوش الكبير والإمبراطور أردشير، إضافة إلى قمم أعمدة صخرية على شكل بقرة وقواعد أعمدة ومقاطع أعمدة مزينة بأخاديد على شكل سواقي منتظمة وأوراق ورود السوسن الأزرق وقطع الآجر المفخور والمغطى بطبقة من الخزف المنقش برسوم العروض العسكرية للجيش الأخميني ونقوش البقرة المجنحة. ويحتوي متحف شوش على مجموعة من نفائس العهد الأشكاني، وتشمل هذه المجموعة تماثيل مختلفة وقمم أعمدة صخرية بنقوش بديعة، وفي حديقة متحف مدينة شوش تم عرض آثار حجرية متعددة كرؤوس أعمدة قصر أبادانة وأعمدة قصر الملك شاهبور وتماثيل في غاية الدقة والروعة من العصور الأخمينية والأشكانية والساسانية، أضفت على حديقة المتحف جمالاً وروعة من تاريخ إيران العريق.